لي ابنة خال ولقد أرضعتها والدتي مع أخي الأصغر، هل يجوز لي أن أتزوجها أم لا؟ إذا كانت والدتك أرضعتها 5 رضعات في الحولين فإنها تكون أختا لك ولو كانت راضعة مع أخي الأصغر، لأن المرأة إذا أرضعت طفلا 5 رضعات في الحولين صار هذا الطفل ابنا لها وابنا لزوجها الذي ينسب إليه اللبن، وجميع أولادهما إخوة لهذا المرتضع، من سبقه ومن كان معه أو بعده كلهم يكونون إخوة له. نعم.